السلام عليكم، مرحبا بكم. ان شاء الله راح نديروا بيتزا سوفلي. يعني هاد البيتزا غنديرها يعني سريعه، بعجينه سريعه بدون اختمار. وفريمون انا يعني نفضل البيتزا السوفلي بالعجينه اللي ما تخمرش. يعني جربتها بالعجينه اللي تخمر، يعني جات شابه، جات مليحه، بصح درتها بالهاد العجينه، عجبتني هاد العجينه، انا قلت لي نتقاسمها معاكم. يعني تاع خف خف كيما نقولوا حنا، توجد تمتم. نفوتوا المقادير. هنا شنو عندي؟ ديت هنايا 400 غرام تاع فرينه، اخواتي بقول يعني بالكاس. هاد لاطاس صفات 250 ملي، راني معبره بها كما كنتو تشوفوا. درت 3 طاس، يعني 3 كيسان تاع 250 ملي تاع فرينه ومغربله، غربلتها 3 كيسان 400 غرام. تبغوا ديروا اقل ديروا زوج كيسان. عندي خميره الحلوه 15 غرام. هنا عندي خليط كاس على تاي، يعني ماش معمر، خاصه اسبوع باش تعمر. خليط بين زيت الزيتون والزيت عادية. الاخوات اللي ما يبغوش زيت الزيتون ما يديروش، يديروا غير الزيت عادية. حبه بيض ندوم منها البياض ونخلو الصفار باش نزينو به. هنايا غادي ندير هاد الجبن الابيض اللي هو بتي سويس في العجينه، فريمون يجي بنين بزاف، خير من الياغورت ناتور. انا عندي زوج علب هذا، والاخوات اللي ما عندهمش هذا معليش يديروا كاس حليب كيما هكا تاع لاتاي، ولا يدون ياغورت ناتور، يعني ماشي ضروري هذا، بصح لكن عندكم هذا من احسن. العجينه فيها يعني يجي فيها مذاق شباب. هنا خاصني الزحتر، انا عندي زعيطره ولا الزحتر، نديرها في العجينه، الملح، الماء باش نلمو العجينه، ومغرف كبيره تاع السكر. الوغ نبداو بسم الله. ندير السكر هنايا، ندير خميره تاع الحلوه 15 غرام، وعلى هنايا فوالا كيما هكا. ندير الزحتر ولا الزعيطره، انا عندي الزعيطره، نحكها هنايا، يعني اختياريه تنجمو ديروهاش. هنايا غادي نسيباري البيض على الصفار، نخلي الصفار نزين بيه باش البيض ما قيساش، نديرها في العجينه فوالا كيما هكا. ندير البيض هنايا ونخلي الصفار هنا، ورا كيما هاك. ندير الخليط تاع زيت الزيتون والزيت، ندير قرصه الملح، ماشي قرصه، نديرو الملح حوالي نصف ملعقه صغيره، نخلط مليح. ندير هاد الجبن الابيض لو فرماج بلون ولا بيتي سويس، هذا كما قلت لكم تعوضوا بالياغورت ناتور ولا بكاس تاع لاتاي تاع حليب. نبسس مليح الزيت في العجين في الفرينه عفوا، ونحل هادو زوج نديرهم هنايا. يعني درت البيتي سويس تاعي هاوينه، فوالا ندخلها مليح في العجينه. نبسوه مليح، الجبن هاك تعوضوه بالجبن المثلثات. لكن مش متوفر عندكم بتي سويس ولا الياغورت، ديروا جبن المثلثات راه يجي بنين تانيك. فوالا ودروك الماء يعني عادي من السباله، بارد ولا تياد كما تبغوا، ولا دافي كما تبغوا، انا تاع بارد. نبدا نلم العجينه تاعي فوالا كيما هكا، نحاول يعني تحصلوا العجينة تكون طرية. أنا غادي نلمها ونرجع لكم. هاي العجينة اللي تحصلت عليها، يعني درت واحد كاس تاع الماء ماشي بزاف، هاوينا يعني عجينة عفوا تكون طرية ما تكونش قاسحة. هاي بينا، أنا غادي ندلكها يعني واحد دقيقة هذا مكان، ما نعجنوهاش، غير ندخلوا هذوك المكونات فوالا كيما هكا. هاكا كيما هكا نلمها بيديا، مندلكهاش فوالا كيما هاك. ونوجد الحشو تاعي، يعني الحشو غادي نديره بارد، يعني كيما قلت لكم بيتزا سريعه. الاخوات لي خدمو الاخوات لي معندهمش الوقت، يعني ديرو هاد العجينه وهاداك الحشو لي غادي نديرها دروك. سي بون برك، ها هذا مكان، هاني هذه هي، هاي بينا العجينة نتاعنا.
هنايا نبدا نحل العجينه تاعي. هنا جبت شويه تاع مايزينا من احسن مايزينا، يعني تجيبوا ديروا فرينه تاع احسن مايزينا خير باش العجينه تاعنا ما تنشفناش، راكم تقعدنا هكا يعني طريه شويه. فوالا غادي نحل العجينه تاعي، ندير شويه مايزينا هنا من الفوق، نحلها نحلها دقيقه. هاني حليتها، هنايا غادي نطبقها كيما هاك. فوالا نطبقها كيما هاكا. فوالا كيما هاكا ونخليها. هذه هي دوك نوجد الحشو تاعي، يعني كيما قلت لكم بارد، ونبدا نحلو العجينة تاعنا. خليها هنا على الجهه. وحبيباتي هو الحشو تاعنا، يعني كما قلت لكم حشو بارد وسريع. هنا عندي الطون، يعني الطون تاع الزيت، يعني الحشو بقى اختياري. تجيبوا ديروا الدجاج قلوه، يعني قطعوا دي بتي مورسو، يعني كفته تاع الدجاج والكفته تاع البقري ولا اي شيء خضره ثاني تجيبوا ديروا الخضره. هنا عندي موتزاريلا قطعتها كيما هاك، هاي بينا. هنا عندي شويه تاع زيتون ثاني كحل ولا خضر قطعته، يعني ليا عندي في الدار درته، متوفر عندي في الدار درته. هنا عندي شويه معدنوس اختياري. هنا عندي حبه باي ضربتها كما راكم تشوفوا. وهنا عندي الجبن المبشور هاوينا. نبدا بسم الله نجيب العجينه تاعي ونبدا نحل فيها. هاي العجينه تاعي راني نقسمها على ربعه، يعني باش ما تغبنيش في كي نحلها. فوالا نحل غير بالمرسو هكا باش متغبنيش. هذا نديرهم على الجهه. فوالا نجيب هنايا هذا نبدا نحل، توجور نديرو مايزينا ونحلوها بسم الله. نحلوها رقيقه ماشي غليظه. راني حليتها يعني نحلوها رقيقه كيما راكم تشوفوا، هاي من رقيقه ماشي غليظه. هنايا جبت هذا تاع الكاطو ولا طبسي ولا اي شيء عندكم بلاع ولا، وهنايا بلعه نقطع به. فوالا كيما هكا زيد شويه هنايا. فوالا نقلع هاد العجينه نعاود نخدمها، طبقها كيما هاك. فوالا سلقها منا طبقها كيما هاك، هاي منا بقاها ترتاح، نعاود نحلها ونخدم بها ثاني كبيتزا. هنايا عندي هاد لاصوص طوماط نتوما قلت لكم عليها، صوص طوماط يعني شيتها واجده. ها بينا درت معاها شويه تاع زعتره، ندير شويه هنايا. نديش في الاطراف باش نجمو نبلعو. نجيب شويه هاد الجبن المبشور، يعني غير شويه ما نكثرش، مش بغيتها معمره بزاف البيتزا. يعني في درت بيتزا بالخميره يعني تاع الخبز، وبناتي عجبتهم هذه بلا خميره، ما بغاش نعمرها بزاف. ندير شويه تاع الطون كيما هاك. فوالا ماشي بزاف ما نكثرش. ندير شويه تاع زيتون. فوالا نحاول نوزعه، ندير موتزاريلا، فوالا كيما هاكا. نزيد فوقها شويه جبن مبشور، يعني البيتزا تبغي الجبن. فوالا كيما هاكا. وهنايا ندير معدنوس، هذا اختياري تجيو ديروش بصح يطلق يعني فريمون يجي شباب في البيتزا. وانا ندير باش تجينا منتفخه، ندير هذا البيض حبه بيض اللي ضربتها، يعني غير شويه ماشي بزاف كيما هاكا بينا. وهنايا بسم الله نبلعها، ها بينا نبلعها هنايا، نركز عليها مليح.
هاي هنا وهنايا نقرب لكم باش تشوفوا. وهنايا نبدا يعني نبلح فيها كيما هاك، نجبد هنايا هكا هيا ونبلح هنايا هكا باش ما تحلناش في الفرن. ندور يعني سهله كيما هكا، ندور ونبلح فوالا. هاي البيتزا تاعنا نديرها في السني، درتها في السني، دهنتها بشويه تاع الزيت. تجيو ديروا البابي كويسون هذاك ورق الزبده ورق الطهي. غادي نكمل كاع العجينه تاعي بنفس الطريقه، يعني راهي سهله ونعاود نرجع لكم ان شاء الله. فوالا البيتزا تاعي راني شكلتها يعني كملت، جاتني 7 حبات يعني هنايا 5 كما راكم تشوفوا، وهنايا هاد السني درت هنايا زوج هما وينا، يعني الحبه راهي كبيره شويه ماهيش صغيره. هنايا عندي هذاك الصفا البيض اللي خليناه، درت معاه غير شويه تاع حليب قد ملعقه ولا زوج تاع ماكله الحليب. غادي ندهنهم بصفار يعني ندهنهم مليح باش يدو كاع لون واحد. فوالا كيما هاكا ندهنهم كاع في لي كوتي كاع منا هنايا كاع بيان. وهنايا كيما هاك هنايا نجيب الجبن المبشور، يعني تجيو ديروا فوقها الزيتون ولا تخلوها غير بالبيض، ندير فوقها الجبن المبشور هكا. الاخوات اللي ماشي متوفر عندهم الجبن المبشور ينجموا يعوضوا بالجبن هذا، يعني هذا تاع لي ساندويتش فريمون تانيك جبنينه به، يعني الداخل يديروا هاد الجبن يديروا جوج خضرات من تحت ومن الفوق ندير هكا. والاخوات تانيك اللي يبغيو يديروا يعني كميه قليله، انا هي 400 غرام تاع فرينه درت لي 7 حبات يعني حبه كبيره. الاخوات اللي يبغيو يديروا غير شويه ينقصوا المقادير الزيت، يعني يديروا غير نص تاع كاسه ولا اقل من نص، تقدروا ديروا كاس تاع زيت تاع لاتاي. الوغ انا غادي نديرهم كاع كيما هكا كما تلاحظوا معايا، راني محميه الفرن تاعي مقبع على 180 درجه، غادي ندخلهم يطيبوا واحد 20-25 دقيقه يعني يطيبوا في غردهم ونشوفهم ان شاء الله واجدين. مرحبا بيتي، هي البيتزا تاعنا يعني خليتها درتها 200 درجه ماشي 180، 200 درجه. ومن بعد مشيتها طلعت وطابت من التحت عاود طلعت الفرن على 220 يعني حمرت لي ما تديش وقت بزاف. هذه هي يعني شوفوا البيتزا تاعنا كي جات يعني متفخه كما راكم تشوفوا. ها هينا نقسم لكم حبه قدامكم بسم الله. هاي البيتزا تاعنا هاي هينا يعني شوفوا كي تجي، هاي بينا يعني فريمون تجي سوفلي تاع بصح، هاي بينا تجي خاويه من الداخل. هذه هي، نتمنى ان شاء الله تجربوها بهذه الطريقه يعني سريعه بدون اختمار. هذه حبيباتي دروك بقالي نقول لكم تهلاو في رواحكم ونتلاقوا ان شاء الله في وصفات اخرى والسلام.